بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيصل كان لكن الاستجابة كثرة القراء والسبب في الاقتصار على السبعة. هذيك قال كان زور من بلام بوشي حود دانا فقط كل كراسة حود دانا السبب شو؟ قراءة أولئك السبع هي المتفق عليها، أو القراءة حودان تفاهل السبع. وقد اختار العلماء من أئمة القراءة غيرهم ثلاثة. علماء هاتون لإمام القراءة غيري أو حودان السبع نتشان هل جاردو صحة قراءتهم متواترة القراءة صحيح متواترة، وهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وخالد بن هشام، وهؤلاء وأولئك هم أصاب القراءة العشرة. أولا كان بإسلام بن إصابعان كذبة تدلان قراءة، يعني كذيانة تدلان قراءة، وما عداها فشاذا ظلم غير يوددان قراءة أو يكذبه شاذا كقراءة اليزيدي والحسن والأعمش وابن جبير وغير، ولا تخلو إحدى القراءات العشر حتى السبع المشهور من شواذ ظلم هيت يقلو دلان قراءة حتى حودان مشهورة كذل الشواذ خالين، يعني كان لا تأخذوا مثال الشواذ، فإن فيها من ذلك أشياء لا شواذ شايك ينتهي العوانش. واختيار القراء السبع إنما هو للعلماء المتأخرين في المئة الثانية أو يكوح القاريان هل جاردوا علماء المتأخرين لقامي سوم هل يمجردوا، وإلا فقد كان الأئمة الموثوق بإنهم كثيرين دناخو إمامانيك علمك أن المكان إثمنان كتاب الزور حولنا فقدين، وكان الناس على رأس المئتين بالبصرة على قراءة النعم خلقي لأسر صالي دوصاد لبصران لسر قراءة في أوان أبو نبن عمر ويعقوب، وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم عاصم أويخ منوالا لبن الصانع، وفي الشام على قراءة ابن عامر، وفي مكة على قراءة ابن كثير، وفي المدينة على قراءة نافع، وكان هؤلاء هم السبعة كم حودانش أو حودانا. ولما كان على رأس المئة الثالثة كبوب صالح سيطاد أثبت أبو بكر بن المجاهد اسم الكسائي كسائي يذكر، وحذف منهم اسم يعقوب، اسم يعقوب لا بل ثواني بصرة. قال السيوطي أول من صنف في القراءتين أو انكفك كتابي نسلي بعد القراءة أبو عبيد القاسم بن سلام، ثم أحمد بن جبير الكوفي، ثم إسماعيل بن إسحاق المالكي صاحب فعلون، ثم أبو جعفر جعفر بن جرير الطبري، ثم أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر الدجني، ثم أبو بكر بن مجاهد، ثم قام الناس في عصره وبعده بالتاليف في أنواعها فباشا خلقي حمل زماني أودا حمل زماني دو أودا بس يعني كذبا تأليف أنواع التأليف جامعا ومنفردا هاهيوا أبو تاق تاقي هنا أبو هوا وهو يتكو كوكتو وموجزا ومسحبا هوا أبو خلاصين وزي وهو تولاني كذو مسحب يعني مطلب يعني تولاني كذو كشاوية. وأئمة القراءة لا تحصى لا بجرد، وقد صنف طبقاتهم حافظ الإسلام أبو عبد الله الزهبي طبقات كان بعنوان تأليفي طبقات يعني أود أن أدان بنفس الناس هنا بيتخوار ولن يكتب كان نسيبتي حافظ الإسلام أبو عبد الله الزهبي هاتوا نسيبتي يعني طبقات القراء، ثم حافظ القراء فاشا حافظ القاري كان أبو الخير بن الجزري. وقال إمام ابن الجزري في النشر أول إمام معتبر في جمع القراءات في كتابين وإمامك معتبر في القراءة كده يكتبها فوكس بيته أبو عبيد القاسم قاسمين السلام، وجعلهم فيما أحسبوا 25 قارئا أو هاتوا ببسفين قارئين يبردون مع هؤلاء السبع نقلوا حودانا، وتوفي سنة 224. ثم قال وكان في إثره هربشون أوداع أبو بكر أحمد بن مسبن العباس المجاهد أول من اقتصر على قراءة هؤلاء السبع فقط، أول انكسبوا أبو بكر كهذا فقط حودانا في النسي، وتوفي سنة 324. ثم قال وإنما أطلنا في هذا الفصل لما بلغنا عن بعض من لا علم له ويعوض السولاني أنفسنا من بحث كردوها فبخها سيوي فيما نقيبوها لبعض الأوانيك العلميانية أن القراءة الصحيحة هي التي عن هؤلاء السماء شن وما خبر في جيشوك طلابة قراءة صحيحة فقد حوتك، بل غلب على كثير من الجهال أن القراءة الصحيحة هي التي في الشاطئية والتيسير، بل حتى سوريا إلى جهال جاهل كان ظلم قراءة صحيحة فقد ويقل الشاطئية والتيسير بها من يبدان كتبه الأخوار بحث كده. والسبب في الاقتصار على السبعة سبب لويك فقد حودان أدوها مع أنه في أئمة القراء من هو أدل منهم قدرا لقال ويك لنو إمامان قاريان دا كفان كتاب الزور لوان قديان باشتربه سفرتربه أو بسمع يعني قلو كوان وابو إلى عدد أكثر من سبعة عدد يجبون زيادة لحول هو أن الرواة عن الأئمة كانوا كثيرا جدا أو كان
رابيا كان لهم مزور بون. فلما تقاصرت الهمم واختاك همة كان كمبون زحمة نكيشا اقتصروا مما يوافق خط المصحف. كرت يعني كذا وسر أوانيك موافقي خط مصحبا يعني هل وكو خط واب فقط فالحوك سواني بيت رغبة على ما يسهل حفظه بجورك حفظك يسهل به وتنضبط القراءة به قراءة به وقراءتك يبتيش ضبط داب يعني ويك بتواني ضبطك وتكميل لك دائرة ضبطك برنس. فنظروا إلى من اشتهر بالثقة والأمانة كم شيء وانا كبزان من شبه استمنان بأمانة مشهورا وطول العمر في ملازمة القراءة وشي مشهور بويك طول عمري لا ملازمة قراءة أبوه والاتفاق على الأخذ عنه وخلقي اتفاق عن هيك اللي ورقنا. فأفردوا من كل مصري إماما واجبا الواحدة الله لهر مصري لهر شارق يقدر الإمام يعرف جار. ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه الأئمة غير هؤلاء من القراءة ولا القراءة بها بلان باوجود يوجنها ويلكا نقل أويك غير أو إمامان لقراءة نقل عنك بها وقراءة غيره نهت نوانا بلكا مثلا كقراءة يعقوب الحضرمي وابي جعفر المدني وشيبة بن نصرع وغيرهم. وقد أفهم المؤلفون في القراءة في الاختصار على عدد معين مؤلف كان زور صحني أنبوه لو إذا كاتون آوى كرتيان كزوت القراءة كان لو عدد لأنهم إذ يؤلفون مقتصرين على عدد مخصوص شون كاوان كاتون تاليفين كدوه كرتيان كزوت سر عدده مخصوص من أئمة القراءة يكون ذلك من دواعي شهرتهم وإن كان غيرهم أجل من مقرر كاوش لجوز يوشانب وكبعيش شهرتهم وأقرسين غيري أوان كثان يقولون كقد يانوان زيادر. فيتوهم الناس بعد أن هؤلاء الذين اقتصر التأليف على قراءتهم هم الأئمة المعتبرون في القراءة دواعي خلقي وهمي واشو دواعي كاو كثاني وتأليف لسر قراءتي وان فقد بوا تنياوان إمام معتبر كان القراءة. وقد صنف ابن الجبر المكي كتابا في القراءة فاقتصر على 5 وتوكل دليلا اختار من كل مصر إماما فقد يقدر إلى الشارح أو الزاد. وإنما اقتصر على ذلك لأن المصاحف التي أرسلها عثمان كانت 5 إلى هذه الأمصار ويش فقد كنزان أو الزاد السنة ومصحفان إمام مسلمان نادي كنزان أبو كل شارح. ويقال إنه وجه 7 على بعض بعض كمان وجهك هيك حوض أنا أقول هذه 5 ومصحفا إلى يمن ومصحفا إلى البحرين يعني يمن البحرين زيادة كان. لكن لما لم يسمع لهذين المصحفين خبر فلم سمك أبو مصحف يمن البحرين خبر نهاتوا وأراد المجاهد وغيره مراعاة عدد المصاحف والمجاهد وغيره يوجد كتيان ويسيانا مراعاة عدد المصاحف كان استبدلوا من مصحف البحرين ومصحف اليمن قائعين كمل بهم العدد لزياتي أو دولان مصحفات دولان قاليان ناوك على ذكي فتاوك فنا نهاتون كفلا أو دولانش كسيدي تدابو فتقايا كسيدي لوانا حوثير. ولذا قال العلماء بوي عبد المدوى إن التمسك بقراءة 7 من القراء دون غيرهم ليس فيه أثم ولا سنة أوي كبيني تمسك بقراءة حوثب كيل قاليان لغيري ومياني أثر سنة لفترنيا وإنما هو من جمع بعض المتأخرين فانتشر بدأ من بعض المتأخرين بوكا دعي فخش بوتا. فلو أن ابن مجاهد مثلا كتب عن غير هؤلاء السبعة بالإضافة إليهم لاشتهر أقل ابن مجاهد هاتا إلى كتبك إخويا لقل أوه حوتا غيري وشي بن سياء أولي مشهور بك. قال أبو بكر بن العربي نسيت هذه السبعة متعينة للجواز حتى لا يجوز غيرها ألا أم حوتا بعنوان متعين بون بجواز لبيت شنوا فجورك غير او جائز نبون كقراءة ابي جعفر لا حتى لا يجوز غيرها تاكو غير او جائز نبه كقراءة ابي جعفر والشيبة والعمش ونحن فان هؤلاء مثلهم او فوق ونصيبته غلط يعني نسبت راو هو ينيه به نسبت راو حوته بوي كبتعين جائز بن تاكو غيري اوان جائز نبن وكو قراءتي ابو جعفر وانا لحالك امانه وك اوان وان يعني حتى لو ان اشتاتر. وكذا قال غير واحد من ائمة القراء وقال ابو حيان يا حبان ابي حيان ليس في كتابي من مجاهد ومن تبعه من القراءة المشهورة الا النذر اليسير
لكتاب المجاهد وانك وشون وكوتون لقراءة المشهورة فقد توزك يعني. فهذا أبو عمرو بن العلاء اشتهر عنه 17 رأي حفد الرأي له مشهورا ثم ساق أسماءه تأي حدني وحديش ينا لحالك أن يكتب في مجاهداني أبو عمرو الجزري وحوداني واقتصر في كتاب المجاهد على اليزيدي فقد يزيدي ينا واشتهر عن اليزيدي 10 أنفس فقد حدد أنا نفل يزيدي ومشهور فكيف يقتصر على السوسي والدوري وليس لهما مزية على غيرهما بوسوسي غير الدوري هنا فقط لو ددانا لحالة كان مزيتي كان بسروا عندي فنيا لأن الجميع مشتركون في الضبط والإتقان والاشتراك في الأخذ حمويا ضبطيا بوتحاكي إتقانيا كدو كيدا مثلا وارد من لا قلت نكيشا مشترك قال ولا أعرف لهذا سببا إذا ما إلا ما قضى من نفس العلم من سبب النبي من غير أويك نقص علم في الضوابط كده يعني هل وندي علم كشكا ابن زايد وصادي أو كهاتون أو نعم ولا قال يبوا هو قال يبوا نجلا أنواع القراءة وحكمها وضوابطها ذكر بعض العلماء أن القراءة متواترة وآحاد وشاذة أبو السقس مثلا وجعل المتواتر السبع حتى كان كذوب متواتر والآحاد الثلاث الكم من عشرها دواي أو أحدك أو سيداني وهم دادانك تواكن كبحث ما كل ثم ما يكون من قراءة الصحابة لفاشان أو إيكا قراءة الصحابة لسرع بلام دواي أوان وما بقي فهو الشهر وقيل العشر متواتر بعض الدادانكان في متواتر وقيل المعتمد في ذلك الضوابط في ذلك الضوابط بعض الجوان أو إيكا اعتمادي في الرودة ضوابطا سواء كانت من قراءة من القراءة من القراءة السبع أو العشر أو غيرها يعني فرغنا في الأحل تكبير التكبير غيره قال أبو شامة في المرشد الوجيز لا ينبغي أن يغتر بكل قراءة رازة إلى أحد السبعة أن يغتر يعني شايستانية كإنسانك مغرور ببايك دعني لو قراءتانك نسبة بدري طوالة نسبة بدري ملايك يجحوتا ويطلق عليها لفظ الصحة وفقط إطلاحك لفظ الصحة دفره وأنها أنزلت هكذا برين آوانا صلوة إلا إذا دخلت في ذلك الضابط ما قال ويك داخل بتنيو ضابطة وحينئذ لا ننفرد بنقلها لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره وينفرد على وقت دائري ونقلك يدي مصنف بنائب بتاقي تانية نقلك غير أو نقلك ولا يختص ذلك بنقلها عنهم وأبيج نائب وما لك بتاقي تانية بين نقلك دوان يدي غير أبيج نقلها نكا بل إن نقل عن غيرهم من القضاء بل إن نقل عن غيرهم من القضاء فذلك لا يخرجها عن السحة بلكو أويك تمشاكي لغير أو حودان لقارية كان لك النقل كريه أو لصحة خارجيناك بل أو حوث نزل فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا على من تنصب إليه اعتماد لسلويك أو وصفاني كذاكو ببيتوا نلسلويك بشي نسبة دريه فإن القراءة المنصوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ قراءتك نسبة تدري بلايها القارية لو حودانا وغير وانا تقسيم بلاي أويك إجماعي لسر يأويك الشاذ يعني هميا كان ده غير أن هؤلاء استمع لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنه أو نين بك أو حودانا شن مشهور أو الصحيح إجماعيا زور كذا لقراءتك أنا نفس بلولاي أواتك ولا لو أن نقل كراء فوق ما ينقل عن غيرهم لذيات لو أن نقل كراء ولا خير عنه ها؟ تقول كان يعني نفس طالة ذاته يعني ويكون نفس هو إثمنان في ذاك قرائش في ذاك والقياس عندهم في ضوابط القراءة الصحيحة ما يعرف قياس للأيوان لضوابط القراءة الصحيحة ويكون موافقة القراءة للعربية بوجه من الوجوه قراءة تقلق العربي بخينة بشيوة سواء كان أصح أم فصيحا جاف أصح فيها فصيح الحال عندي أقل فصيحا لأن القراءة سنة متبعة شن قراءة سنتك كمتبعة نبيت وشن كتبة يلزم قبولها والمصير إليها بالإسناد لا بالضعف قبول رجل برولاي بإسناد أنا برأي دو وأن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا يقول لك المصحف كان بخير نتوقف شيء احتمالي لأن الصحابة في كتابة المصاحف العثمانية اجتهدوا في الرسم على حسب ما عرفوا من لغات القراءة واختيارات النسيان تكوشيان كذل الرسم كذب في أويك ناسيان للغات القراءة فكتبوا الصراط مثلا في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم بالصاد المبدلة من في السين وعدلوا من عن السين التي هي الأصل بالصاد نسيانا لحالك صراط أصبحي صراطة بالسين للسين لا يندى السين ينسي وبوتي لتكون قراءة السين الصراط وإن خالفت الرسم من وجه
أجتي للرسم لا وجهك مخالف رسمك فقد أتت على الأصل اللغوي المعروف أو أختا بلغة هشوة سر أصل لغوي معروفة فيعتدل عنها وتعادلك في الشنعة وتكون قراءة الإشمامي محتملة لذلك أكرب لي قراءة الإشمامي لبرخات يوه يعني اهدنا الصراط المستقيم وبإصلاح صراط كأصل كيبوه نان نسيوه صراط يان نسيوه كلوه تبديل بوه وحر فقط إشمامي يان بوه دانا إشمامي يعني بيني ودوانا إشمامي يعني بيني أو دوانا لو في قيام يعني شاهد الله إذا لقى الصراط مثلاً سينا كي كثر الصراط صاد بس في الخينة توا نرجع كي غلط معه شو نوع هذي معني وهذه الشأن هي والمراد بالموافقة الاحتمالية والمراد بالموافقة الاحتمالية ما يكون من نحو هذا مراد بالموافقة الاحتمالية كبحثك أو كمثلاً وكأوابك قراءة مالك يوم الدين فإن لفظة مالك كتبت لجميع مصاحبي بحرف الألف الفتيانية فتقرأ ملكي وهي توافق الرسم تحقيق رسم تحقيقا الموافق رسم كشف مشاكل ليدا فتحية ليدا أفقش كلها هذا كان ميم لام كاف نسأل فكان نسأل وتقرأ مالك بق مالك شرح يملت وهو توافقه احتمالا وهكذا في غير ذلك من الأمثلة ومثال ما يوافق اختلاف القراءات رسم تحقيقا أو كموافق اختلاف القراءات بالرسم بتحقيقين تعلمونه صانع بسيط السرين تعلمون بتيو بيا هل وفيك النسبة أجل افتدانا له ومثلا يغفر يغفر لكم مثلا بالياء والنون يغفر لكم يعني نغفر لكم ونحو ذلك مما يدل تدرده على عن النقط والشكل في حذفه وإثباته على فضل عظيم للصحابة على أو دلالة كات أو يكرود قوة للنقطة والشكل يعني فتح وانا بدان الدواء لحظ لنوسيني ونوسيني كي دلالة كانت سلويك صحابة فضلك يقولي عن بوا في علم الهجاري خاصة في علم الهجاري يعني بخواه الناسي أنا توا يجي أولي احتياجا بنقتلين بوا وفهم ثاقب في تحقيق كل يعني وفهم كتير جان بوا لتحقيق هر علمك ولا يشترط في القراءة الصحيحة أن تكون موافقة لجميع المصاحب ولازم يجيها القراءة فأي حتما لقى همو صاحب بخينك ويكفي الموافقة لما ثبت في بعضها كافية في بعض الشمل وذلك كقراءة المعامل والزبر والكتاب المنير آل عمران بإثبات الباء فيهما سنبيكيت لا يشده فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي بالزبر والكتاب المنير جاءتهم رسلهم بالزبر بالبينات والزبر بالبينات والزبر والكتاب المنير. الآن بي هشتوة وتيلا. لشو دا بالبينات والزبر والكتاب المنير بإثبات الباء فيهما. يعني بي لهذا كان هشتوة. يعني بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. الآن ليه دا؟ شو ليك لأن الصورة دا للصورة خاطرة وانيا. السورة الفاتحة بكذا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير كما هي السورة الفاتحة للسورة آل عمران ده تيدانية بلام هل السورة آل عمران ده مصحف الشارع كتيدا يعني مزولة لازم نيك حتى من أبلي لحمو مصحف كان أبو بيه لمصحف كان يكذا أو بيه لو بودوانا نيك فقد ببينات هيا ولينا مصحف الشامي بودوانا شيا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير يعني إذا كريت قراءة كان ليه لأنا مصحف أبو بيه وأن تكون القراءة مع ذلك صحيحة الإسناد صحيحة الإسناد إسناد كشي صحيح بن لأن القراءة سنة متبعة من قراءة سنة وشنكوترا يعتمد فيها على سلامة النقل يعتمد فيها للتيلاء اعتماد ذلك السلويك النقل كسالم بن وصيحة الرواية وكثيرا ما ينكر أهل العربية أهل العربية قراءة من القراءة لخروجها عن انكيار ترجع لها على العربية قراءتك إنكارك نوع سنة قياس خارج أو لضعفها في اللغة يا ويكل لغتها ضعيفة ولا يحفل أئمة قراءة بإنكارهم شيئا فلام إمامان قراءة جوان في نادن شنك السنديان في مهمة كاريان برصف ونحشن تلك هي ضوابط القراءة الصحيحة وكمان ضوابط القراءة الصحيحة وامن فإن استمعت الأركان الثلاثة أقاشت كان هات ندي بحش موافقة العربية رسم المصحف صحة السنة فهي القراءة الصحيحة القراءة الصحيحة بلام ومتى يختل الركن منها أجيك يا أبو خلبي أو أكثر
هيك زيادة الإيجانة أطلق عليها أنها ضعيفة أو خيط لاحق في السري أو إيكا ضعيفة أو شاذة نظر. ومن عجب أن يذهب بعض النحاة بعد ذلك إلى تخطئة القراءة الصحيحة التي تتوافر فيها تلك الضوابط. أو زور عجيبك دواي أعوش بعض النحوة كان دواي أعوش حال شنة لا يويك تخطئين يعني القراءة الصحيحة ضوابط كيها مكذا وشي لمجرد مخالفتها لقواعدهم النحوية تحتني على برخات يويك مخالف القواعد النحوية كيوانا التي يقيسون عليها صحة اللغة أو قواعدك صحة اللغة قياسك نصرة، فإنه ينبغي أن نجعل القراءة الصحيحة حكما على القواعد اللغوية النحوية. لازم كيما بين القراءة الصحيحة كين حاكم بس القواعد اللغوية النحوية. يعني بلين أول القرآن فصيح ترى. لا أن نجعل هذه القواعد حكما على القرآن. لا ويك قواعدك كين حاكم بس القرآن. إذا القرآن هو المصدر الأول والأصل. القرآن مصدر والأصل. اقتباس القواعد اللغة. ويك قواعد اللغة لغة اللي والقرآن يعتمد على صحة النقل والرواية فيما استند إليه القضاء. على القرآن يجي اعتماد إذا سلويك نقل الروايات لو إذا قرأها تنين ينكدوا إسنادي عن دواء دروس بيت. على أي وجه من وجوه اللغة زيجيها بها اللغة بخينته. قال ابن الجزري معلقا على الشرط الأول تعليق لشرط أول للأول من ضوابط المختلعات الصحيحة فقولنا في الضابط ولو بوجه دلين بوجه حربي قريتوا نريد به وجها من وجوه النحو ومن وجه نحوي بجلد سواء كان فأصح أم فصيحا مجمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله اختلافك في بيت كذلك النجيان قيناك إذ كان في القراءة مما شاع وذاع شنك قراءة شكك فأو فخش وتوى وترقى الأئمة بالإسناد الصحيح أي النجب الإسناد الصحيح وريان قلتوا إذ هو الأصل الأعظم كأصل أعظم الأول والركن الأقوم ركن أقوم فائداريش مستون فائداري الأول وكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو سؤال شان قراءة من كأهل نحو إنكاريكا أو كثير منه ولم يعتبر إنكارهم بل يعتبرني مثلا كإسكان بارئكم يأمركم وخض والأرحام أرحامي والأرحامة ونصف ليجزي ليجزي أو من مثلا وأنا والفصل بين المضافين ياويك فاصل بكويتا بين جلالة مضاف في قتل أولادهم شركائهم يا قتل أولادهم شركائهم وقراتك أصلا دمنا ونابل قتل مضاف الشركاء مضاف إليه نابل شركي ديك بكيوتا بيني أنا أو إلا نحو إشكالية أو أنا دمنا وقال أبو عبد داني وإمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشاف اللغة والأقياس العربية أرى أئمة القراء نهى لا مورد حروف القرآن عمل كنسر قرآن تشتك زياتر فخش بوته للغة يا قياسي ترى العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل تمشي وكان الأثرات شي ثابت تربط والنقلات شي صحيح تربط وإذا ثبتت الرواية لم يلدها قياس عربية ولا فش لغة أجر هاتوا روايتك ثابت بو لم يردها قياس عربية هذا قياسك عربية لا تاني رديكاته هو فخش بنوي لغة لا تاني رديكاته لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها. وعن زيد بن ثابت قال أن قراءة السنة متبعة. قال البيهقي أراد منظور الشيخ أن إتباع من قبلنا في الحروف سنة متبعة. وشون كوتني بيرشين يعني يمل حروفها سنة قبل وشونك. لا يجوز مخالفة المصحف الذي هو إمام. مخالفة المصحف إمام دروزنيا. ولا مخالفة القراءات التي هي مشهورة. مخالفة القراءة المشهورة دروزنيا. وإن كان غير ذلك صائغا في اللغة. أجل شيء غير يوجد دروزنيا.